أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 6 عناصر إرهابية خلال استهداف خلية بنطاق مركز ديروت بمحافظة أسيوط. وقالت الداخلية في بيان لها إن الخلية اتخذت من إحدى الشقق السكنية وكرا لها لتنفيذ عمليات إرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلي. وأضاف البيان أنه بمداهمة الوكر أطلق الإرهابيون الرصاص على القوات، مما دفع القوات للرد عليهم حيث تم قتلهم. وأضافت الوزارة أنه تم العثور على 5 قطع أسلحة آلية وقنبلة دفاعية ومطبوعات تثقيفية تخص تنظيم الإرهابية.